موجود معنا رفقة الزملاء للجيش هنا مستوى تحت الجمهورية. هذا موضوع نتاع الطرف الاول كما الطرف الاول يبدو في البلاد يبدو في البلاد واضح مستوانا الجنب كم قبض عليهم الزوز واضح بيتر وسليمون قيدني قيدني يا هاي نعم هاي نعم اول مره نضرب فريسه كي نحس بالحريه نحس بالديمقراطيه في تونس يعطيكم الصحه بالله ما عادش تقولوا الجيش الاسود لا لا عمرنا ما قلنا هيك بالله ما عادش تقولوا مره اخرى في اكسبريس افام برحمه والديك الجيش الاسود والجيش الاسود وبيه وعليه وقت في العباد ها الجيش الاسود وقال نستحب احنا البارح حسيت اموتها من ناحيه احنا شو يدينا في الواحد انا بالعصي وطن على الواحد ما تصورناش لا عاد لا لا يديك يديك بركه يديك ما يسالش ما يسالش ما يسالش ما يسالش صورنا وعدينا يديك بركه احنا تو في الدولة الديمقراطية والحرية ما عادش دولة الامبريالية يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة شايفه